مرحبا بعودتكم مرة أخرى في ثقافة السلامة. Safety Education. مقابلة السلامة والصحة المهنية. لماذا قد يقلق وقد يصل للرعب من أنه سوف لن ينجح في هذه المقابلة؟ القلق أو الرعب من عدم النجاح في المقابلة قد ينشأ من عدة عوامل، ومن بينها ضغط الأداء. خوف من أداء غير جيد أمام المدير قد يسبب قلقاً، خاصة إذا كانت هذه أول مقابلة لك. انعدام الخبرة. إذا كنت تشعر بأنك لا تملك الخبرة الكافية للوظيفة، قد يسبب ذلك قلقاً بشأن فشل المقابلة. تأثير البيئة الجديدة. قد يكون خوف من دخول بيئة عمل جديدة والتأقلم معها عاملاً يسبب القلق. التوقعات الشخصية. إنشاء توقعات مرتفعة عن نتائج للمقابلة يمكن أن يزيد من القلق. الضغوط الاقتصادية. إذا كنت بحاجة ماسة إلى العمل، قد يتسبب القلق في فقدان الوظيفة في ضيق مالي. للتغلب على هذا القلق، التحضير الجيد، دراسة المزيد عن الشركة والوظيفة، ووضع استعداد جيد للأسئلة المتوقعة. تذكير بالإيجابيات. تذكير نفسك بإنجازاتك وقدراتك التي تجعلك مؤهلاً للوظيفة. التفاؤل. ركز على الفرص والتحديات الجديدة بدلاً من الشكوك. التمارين الاسترخائية. استخدم تقنيات الاسترخاء والتأمل لتهدئة الأعصاب. التحدث مع أصدقائك أو مدرسة سابقين. يمكن أن يكون الحديث مع الأشخاص الذين خضطوا تجارب مماثلة مفيداً. تذكر أن القلق من المقابلة هو شعور طبيعي، ويمكن أن يكون فرصة للنمو وتطوير المهارات. تجنب التفكير السلبي. حاول تحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية وتركيزك على نقاط قوتك. التدريب العملي. قم بممارسة الرد على أسئلة المقابلة مع أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة لزيادة الثقة بنفسك. التواصل المفتوح. إذا كنت قلقاً، فلا تتردد في مشاركة مخاوفك مع الأشخاص المقربين لك. تذكر أن كل فرصة مقابلة هي فرصة لتعلم شيء جديد وتقوية مهاراتك. تحل بالثقة بنفسك وتذكر أنك تستحق هذه الفرصة. شكراً لما متابعة هذا الفيديو. إلى اللقاء في درس جديد. لا تنسى الاشتراك في القناة لمتابعة كل ما هو جديد في عالم السلامة والصحة المهنية.